سابقا في روبيك. أنا ماشية. سلام. والله وكبرتي يا أميرة وجه الوقت اللي نزوجك فيه راجل معبي ومبرز يطلعنا من الفقر اللي احنا فيه. لكن انت ما تعرفناش، علاش حاولت انك انت تنقذني؟ كنت حندير نفس الشيء لكان بنات تانيات، الأخير بنات ولازم الواحد يدافع عليهم. يشكر ولا يذم؟ مقالة كلها سب وشتم مباشر. جيبوا الكاتب. جيبوا اللي ماسك الصحافة بطوبته اليوم. عمتي. نعم. جيبي لي الشاي لداريا. باهي امتى نجي نشوف البنت؟ ما قلتلهاش. باهي لما تقولها بلغيني وبشارتك عندي. سلامات سلامات يا وجه الخير سلامات. اي اوامر ثانيه؟ العقيد احمد بدون توصي داخل المخطط. ما خابش ظني فيك يا موفق لما اخترتك للمنصب. تفهمها وهي طايره. أهلين بالمدير. توين ما عاد تشوفوا فيك؟ خدمة. مرينا منها شيء الخدمة هذه. عمري ما شفتك جايب معك شكارة تفاح ولا شكارة بناني ولا حتى ربطة معدنوس. فلوس يلا يصدوني مصروف. والله ما دام الورشة فلوسها شوية دبر لك بخدمة تانية أحسن. هو أنا لقيت خدمة قلت لا. باهي شنو رأيك نخدمك معاي وتدير قرشين باهيات؟ لا لا. خدمتك هذه ما نقدرهاش وما تمشيش معي اصلا. وانت اصلا طولها خدمه زي هذه؟ على فكره الماكله اللي تاكل فيها من الخدمه اللي مش عاجباتك، وكان مش من الخدمه اللي مش عاجباتك راك ميت بالجوع ومعلقين لك تصويرك هيك كبرهم في الشوارع وكاتبين تحتهم شهيد الجوع. 60 داهيه مش يطلع صاري في الزان. شني ساد بطني ولا ساد رزقي؟ أنا ماشي يا متوصي شي؟ مازال نص ساعة قاعد زينب بيك في موضوع. إن شاء الله خير. شن في؟ في عريس جاي بيتقدم لك. جايني أنا؟ لا جايني لي أنا. تي جايك لك أنت مالا شني؟ باهي من هو نعرفه ولا لا؟ لا ما تعرفي شي. راجل مصنع منع بخدمته وبفلوسه وبسيارته والقر الجاري في ديه. كويس. باهي شكله حلو ولا لا؟ وانت شو بتديري بشكله؟ الراجل بفلوسه مش بشكله. هذا كان على أياماتكم يام. مش مشكلة. قديش عمره؟ مش كبير هلبا. قديش يعني 35؟ لا أكبر شوي. 36؟ لا أكبر أكبر. قديش يعني 40؟ 50 عام ومتزوج.
أني يوم بتزوجيني لواحد عمره 50 سنة ومتزوج، يعني بيني وبينها أكثر من 30 سنة، هذا من عمر بوي الله يرحمه. بهي قامزي تو فهمك، قلت لك قامزي. أنت أشبحي قبل ما تعطيشي 50 عام بكل، أنت أشبحي ما تعطيشي حتى 30. وأنا كيف نبي نعرف شكلها إن شاء الله؟ يا سلام، ها؟ هذه صورتها، جابتها جارتنا سعاد، ما هو الراجل من طرفها. هذا شكله يعطي 70 مش 50. أني يوم بتزوجيني ديناصور زي هذا؟ معقولة؟ يا بنتي عاجبك الوضع اللي احنا فيه؟ يا الله معاش الضمان يجيب لنا في حق حقة الجبنة والطن اللي نفطر ونتعشى بهم كل يوم، ولا الحوش هذا اللي قاعدين ساكنين فيه بالإيجار. دي حتى الأتات مش ملكنا. يا بنتي أنت على مني عابية بيجي يخطبك؟ أولاد العائلات لما جوا يسألوا علينا ويعرفوا سمعة أبوك اللي زي الزفت وإنه كان مدمن ومات بجرعة زايدة يطفشوا كلهم. كان هذا مش لدرجة لو حيني تلويحة زي هادي، لو مع مني مع واحد متزوج وأكيد بصغارة. اسمعيني كويس، أنا خلاص ما عاش قادرة نتحمل عيشة الفقر اللي عايشينها. كبتي زهقت ودرهت، الراجل ما ناقصه شيء وبيدير لك حوش بروحك. سوا قبلتي ولا رفضتي حتتزوجي يعني حتتزوجي، فاهمة ولا؟ ودوا خلاص بقى يمشي مدرستك، لما تروحي عندي معاكي كلام تاني. عرفتني أنا منه؟ لا ما عرفتكش. أنتم منه؟ وش انتبهوا مني؟ أنا سيدك الشامخ. احنا اليوم جبناك هنا باش نعطوك درس في الصحافة، الباين ما علمهولكش في البراكة ولا في الحوازة ولا شي اسمها الخربة اللي يقروا فيها مصباح. كلية يا أستاذ. أيوة بالضبط الكلية. درس اللي بتعلمولي؟ درس بعنوان كيف تحترم أسيادك. علاش هيك؟ علاش؟ شو اللي بيني وبينكم؟ أنا أصلا ما نعرفكش. صح أنت ما تعرفنيش، وصح ما فيش شيء يربط بيننا، لكن إهمالك لخدمتك والمنصب اللي أنت فيه هو اللي خلاك اليوم تكون في ضيافتنا. صدقوني أنا مش فاهم أي حاجة. فهموني فهموني شو اللي درت أنا. يا بني لكن شو علاقتي بالكلام هذا؟ الكلام هذا مش أنا اللي كاتبه. مش أنت اللي كتبته، لكن أنت مسؤول على المكان اللي انكتب فيه هذا المقال، صح ولا لا؟ أنا آسف، آسف والله آسف، لو كان في أي تقصير مني سامحوني. للأسف بروحها ما يسدش، لازم تتعلم من الدرس متاعك. احنا اليوم حنعطوك درس مجاني، لكن ثق وتأكد لو تكرر الغلط هذا مرة تانية الدرس المرة الجاية حيكون بثمن، والثمن حيكون باهظ
هلبة. اللي تبوه اللي تبوه أنا فيه، لكن غير أرخوني خلوني أروح لصغاري، أنا وراي صغار وعائلة، والله وراي صغار وعائلة. أبدولها في الكورس متاعي مصباح. شنو؟ تعال شنو شنو؟ تعال يا استاذ شنو؟ عمز شوية وانت البنت ده بتشيرتك دخليك في المجلة اللي تقرأ فيها، هذا كان فاهم منها حاجة أصلا. زي العادة بتخطم اليوم، بتشبح لك وبتشبح لها، بتضحك وبتمشي وما فيش جديد أصلا. عندك الحق يا سالم، الخوف ما يجيبش نتيجة. انحرمت من أمي ومن بوي، انحرمت من عيلة نكون فرد منها زي أي شخص تاني في الدنيا. لأمتى حنوعد محروم من كل شيء؟ الألف ميل يبدأ بخطوة، لكن أمتى حتعفسها الخطوة هذه يا مروان؟ أمتى؟ لك بيدا متاعك شرفت يا عفواً. شو تبي مني؟ لا شيء، كانك مستعجلة خليها مرة تانية. لا لا مش مستعجلة. انت شو تديري؟ بري اسكتي ومشي تونا نحكيك. خرجت لك مست كل يوم الصبح تراجي فيها، لو يومها دفعت علي علاش هذا كله؟ حنقولك على كل شيء لو قبلتي نعزمك على فنجان قهوة، في أي قهوة تختاريها، بعدين قولك ليش. اوكي موافقة. خذ هذا رقمي، كلمني بعدين ونتفقوا وين بنتلاقوا. سلامات تو. كان مدسوس هذا كله؟ معقولة بكلمتين أعطيتك رقم تليفونها؟ أنت معلم وإحنا منك نتعلم، أنت معلم وإحنا منك نتعلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم، أنت معلم. الفقرة الأولى نبيها بالكامل على وزير الداخلية جديد، نبيك تقلب لي النت والدنيا كلها وتطلع لي أي شيء ضده، وثائق قديمة، صور ليه، مقالات كاتبها قبل، كل شيء تجمعه. نبيك تمسح لي بكرامتها الأرض، ونبي بعد ما نطلع من هنايا نلقى الناس كلها كرهاتها وكرها وجهها. مفهوم؟ مفهوم. خلاص تو أنت تقدر تمشي في حالك. وهذا الاسم الثاني وتمينا اللي بعدها. منو؟ كيفك يا ميدو؟ انا إيلي. اوه إيلي اهلين، كيفك انت وكيف اخبارك؟ انا منيح كثير. شو قررت في المقترح اللي اعطيتك اياه؟ تقصد مقترح مؤسسة الصحافة؟ نعم هذا هو. في مليون مؤسسة متخصصة في الصحافة في البلاد، يعني منين بنجيبوا لها دعمها وفلوسها توا؟ ولو كل المؤسسات بيلاقوا مصاري من المؤسسات الدولية، انت شو همك الا الفلوس؟ ما انا بعرف. اكيد اكيد، بس البلاد انهردت منهم.
أميرة نكلم فيك. أميرة نكلم فيك، وقفي. معقولة يا أميرة اللي تديري فيه؟ خلاص ضاقت عليك. الله، تقدري تفوتيني فاطمة؟ تعرفي جوي متلخبط على الأخير ومانيش فاضية للإنجليزك نهائيا. لا، بتسمعيني غصبا عنك، أنا صاحبتك لازم تسمعيني. باهي تفضلي نسمع فيك. علاش وافقتي تقابلي؟ عادي، يبي يتعرف، وأنا قلت نشوفهم ميتة ونتصب. خلاص ضاقت عليك، واحد مش معروف أصلا من وين، لا وفوقها متعورش، معقولة هذا دوقك؟ أميرة، خيرك اليوم شنفي؟ أمي تبي تزوجني غصبا عني. من منو؟ من واحد عمره من عمر بوي، ولا وفوقها ما تزوج. تخيلي أمي تبي ترميني الرمية هادي. تضحكي، الحق مش فيك في اللي يحكي لك. طالما نطلع من غادي نكلك، يعني مسكر دماغك. ايه تمام. ايه والقرار توقع ولا مازال؟ يعني خلاص كل شيء تم. حاضر، كل شيء حيتم كيف ما تبي. مع السلامة. زي ما توقعت، حطوا بشير وزير داخلية. العيون اللي حاطن في الديوان مستحيل يغلطوا. المهم توا لازم نستضيفه عندنا، نهنوه بالمنصب الجديد. ضروري. امتى يا استاذ؟ غدوة. نوجهوا له دعوة رسمية ولا دعوة غير رسمية؟ شندرت موضوع الشامخ؟ عنده 200 مهاجر غير شرعي، شديناهم قبل ما يقبض منهم ولا قرش. صحيت، خليه يعرف مع من يلعب. اطلع الطريق تلقى محل خدي دخان دم. شن هذا اللي تدير فيه؟ لا ولا حاجة، كنت مرم في صوابعي بس. تفضلي قامسي. شن تشربي؟ شاي أخضر لو في عندك. استغرب، يعني مفكرني حنطلب هوت شوكليت تشيز كيك؟ لا، هادم كلهم مش من شخصيتي وما يمثلونيش. وكيف شخصيتك؟ لا، شخصيتي هادي تبي لك هلبة علشان انت تفهمها، او بمعنى اصح تبي لك مجلدات عشان تفهمها. ما قلت ليش اسمك؟ مروان. وانت اميرة صح؟ صح. قديش عمرك مروان؟ 32 سنة. وانت؟ 18 ونقرأ شهادة ثانوية. إن شاء الله بالتوفيق يا رب، ونشوفك دكتورة كبيرة.
وديتي طلبية الحاجة مريم؟ وديتها وجي يا ولدها ارفع السفرة والحلاوات، عقباليك. ما تاخديش على خاطرك، غدوة يجيك نصيبك. نصيبي مش معدل عليا يا. ما عادش تقولي هكي، ومروان مش حياخد غيرك. ليش ما تفتحيشي في الموضوع؟ معقولة؟ نقول لك على خد بنتي عمرها ما صارت. لا مش هكي، لكن لم حيلة، ديري روحك توعي فيه. اسمعي كلامي أنا يا بنتي، مروان مش حياخد غيرك. وأول ما ينوي الجواز حيجي يقول لي أنا وتو تشوفي كلام أمك صح ولا غلط. ربي يسمع منك يا أم، قولي أمين. آمين يا ربي يجبر بخاطرك يا بنيتي. إن شاء الله فهمت الدرس كويس وما كان الصعب. سمعت شيء؟ سمعتوا حاجة؟ فهمت الدرس ولا لا؟ الباين ما فهمتاش الدرس كويس يا مصباح. عاود اشرحه له مرة تانية. لا 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 فهمت فهمت والله فهمت. ارخوني ارخوني هذا رأي صغار رأي صغار ما همش حط في الدنيا هذه من هذي كويس. معناها فهمت الدرس كويس، اعتبر نفسك ناجح بتقدير جيد مرتفع. كل ايديه وخلوه يدير حمام وغيروا لحوايجه وصلوا لي حوشه. غدوه الصبح لبي قرار فصل الصحفي ورئيس التحرير متاع الجريده وتسكيره الجريده نفسها على مكتبي. حاضر حاضر والله حاضر يا استاذ. غدوه كل شيء يكون جاهز. ارفعوا يا مصطفى. هيا تكلم نسمع فيك. شو بنقول؟ شن تبي مني؟ وعلاش كل يوم لازم توقف لي وتقعد تشبح لي؟ وعلاش يومها بالذات حاولت انك انت تنقذني؟ ممكن نفهم هذا كله مش واضح علاش. انت قول. أميرة انت فاهمة كويس انا معجب بيك، ولازم تعرف اني مش بتاع علاقات ودوا فاضية. انا نبيك في الحلال ونبي مكلمة معك مصطين. خاطري ناكل في مطعم فخم وجبة حوت وطاولة يكون فيها جميع أصناف الحوت، شو رأيك تعزمني بكرة؟ إيه نعزمك عادي. خلاص معناها موعدنا بكرة نتلاقوا، أوكي؟ باي توا. حوت، شو ندخل الحوت في الموضوع اللي كنا نحكوا عليه؟ ليش لما قلت لها نبي نتزوجك خشيت في موضوع ثاني؟ قاصة تغير الموضوع ولا غير تعشمت؟ تتعشى؟ انت اضحك يا مروان بس انت قعدت تنزل في عيونك ومتحشم، وهي ولا قالت تنزل عيونها حتى شوية. واضح انها مش من النوعية اللي تتحشم من مواضيع زي هذه. المشكلة تو من وين بيجيب لي فلوس باش نعزمها غضوة؟
أقل شيء حيكلفني إغداء 200 دينار في مطعم الحوت، وين بنلقاهم وأنا ما تحتيش حتى 20 دينار؟ ما فيش إلا فوزي نحاول معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. استغفر الله استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا يا رحمة الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل الله من منك بالدعاء والعمل الصالح. وقنا عذاب النار. بسم الله. عم فوزي. هاي يا مروان. ان شاء الله خير. شو في؟ نبيك تسلفني فلوس. وقداش تبي؟ 200 دينار كويسات. منين يا حسره؟ وانت عارف ايرادات ورشه في النازل. اصبر هالشهر هذا وخذ معاشك وتصرف بيه زي ما تبدي. يعني ما فيهاش كيف كيف بكل بكل؟ والله ما فيها بكل. حتى الفلوس اللي عندي حطيتهم في المولد الجديد بتاع الورشه. هنجيب لك شوكولاتة الكندر والحلوى اللي قلت لي عليها من عيوني. حاضر. بس لازم تمشي تو تتغدي وتسمعي كلام ماما. راح تسلم البنوتة الحلوة. هاي سلامات حبيبتي. الطلب متاعها هذا مش من فراغ، أكيد مديرته لي اختبار. تبي تعرفني كريم ولا بخيل؟ عندي ما نصرف ولا مفلس؟ باختصار لو غضوة ما عزمتهاش ضعت يا مروان. من وين بيجيب الفلوس؟ أيوة سهل. لا لا هو جايكم. مسافة الطريق ناخد تاكسي خاصة ونجيكم طول مش حنعطلني. ماشي. نعم مروان. تبي حاجة قولي. لا شيء غير نبيك تقول لي عمتي إني طالع مع أصحابي بنصر ومرات نعطل شوية. حاضر تو نقول لها. مروان رد بالك على روحك.
كولون الأحمد ازدعت. Okay, I will do.